حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا مرحبا ومسهلا بكم. بعد هذا الفاصل، تشهد قطر هذا العام إنجازا كبيرا في مجال الاتصالات، وذلك عبر إطلاق القمر الصناعي القطريس هيل 1، وهذا القمر يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لاتصالات الوسائط المتعددة اللي تطلبها شركات الاتصالات ومؤسسات البث، وأيضا تنمية قدرات النطاق العريض وتحسين وتوفير الخدمات. نعم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول القمر القطري سهيل 1 معنا في الاستديو الأستاذ سيف منصور الخالدي، مدير إدارة مشاريع الأقمار الصناعية. يا مرحبا ومسهلا فيك أستاذ سيف، حياك الله معنا في البرنامج. الله يحييك. حياك الله أستاذ سيف، يا مرحبا ومسهلا بك. البداية ودنا نتحدث عن تاريخ إطلاق هذا القمر، متى النية إن شاء الله بإذن الله؟ والله إن شاء الله إحنا هدفنا إطلاقه في الربع الثاني من هالسنة إن شاء الله. نعم. وطبعا بيكون جاهز للخدمة بعد تقريبا 3 شهور من الإطلاق. نعم. يعني إطلاقه إن شاء الله في الربع الثاني. في الربع الثاني اللي هو بيكون في شهر 6 تقريبا. يعني لين شهر 6 إن شاء الله. شهر 6 إن شاء الله. يعني عندك ليه شهر 6؟ لأنه بيشتغل بشهر 9. سم؟ بيقدم السيرفيس ماله بشهر 9. شهر 9 نعم. يعني بيطلع سهيل القطري الصناعي مع نجم سهيل في شهر 9 إن شاء الله. طبعًا نجم سهيل معروف يطلع دائمًا في 24/8 في أول 9. صحيح. فراح إن شاء الله يطلعون سهيلين مع بعض. إن شاء الله بإذن الله. نعم. أستاذ سيف، ودي أسألك، شنو الخدمات اللي بقدمها القمر الصناعي القطري؟ الخدمات القمر الصناعي القطري في الأساس هو البث. نعم. للشركات الإعلامية وطبعًا فيها خدمات اتصالات. طبعا كلها توفر خدمات من الساتلايت. نعم. اللي توفر لها طبعا ميزه انها تغطيه كبيره. احنا سيل واحد. نعم. تغطيه كل الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فهذه تعطيها فرصه انك انت توصل لاكبر شريحه من المشاهدين اللي في هالمناطق او المستخدمين للاتصالات، سواء كانوا مستخدمين افراد أو مؤسسات. أو مؤسسات أو حتى قطاعات أعمال. ودنا نتكلم عن شركائكم في هذا القمر، وفي نفس الوقت طبيعة تلك الشراكة. طبعا بداية بس أحب أتكلم عن المشروع نفسه. طبعا تماشيا مع رؤية صاحب السمو حفظه الله في رؤية قطر 2030، قام المجلس الأعلى للاتصالات ب تأسيس شركة سيلسات. نعم. لطبعا توفير خدمات بث واتصالات لمستخدمين في قطر وفي خارج قطر. طبعا الخدمات هذه بتكون خدمات نوعية. نعم. وطبعا تتميز بالمثل الاستقرار. نعم. إنه ما يكون في إن شاء الله يكون فيها يعني تكنولوجيات متطورة تمنع أو تحد من أثر التدخلات. نعم. أو حتى يعني تقصد التشويش، يعني التشويش بشكل. نعم. عام التشويش، يعني التشويش بجميع أنواع المتعمد. نعم. وغير المتعمد. احنا ودنا نتفرج على بعض الصور الإخوان. نعم. الكريم مجهزينها لنا. بنشوفها يعني كل ما يتعلق أو يعني بعض الأشياء اللي تتكلم عن مشروع سهيل سات واحد. ممكن تشرح لنا أستاذ سيف؟ الله يسلمك. هذا الحين صورة هذا الموديل. نعم. مجسم المجسم مثل التصور. نعم. حاليا القمر موجود في يسمونه ثيرمال فاكيوم. نعم. مثل انه في مستودع كونتينر كبير. نعم. كونتينر يحطونه داخل ويسكرون عليه يعيش جو الفضاء. نعم. فيتعرض لدرجات حراره في عاليه. اعتقد عمليه اطلاق استاذ سيف. نعم. سيد سيف، هذا عمليه اطلاق هذا الصاروخ اللي بنستخدمه لاطلاق القمر. نعم. مو بهذا طبعا، هذا راح طبعا. نفس الاليه تقصد. نفس الموديل. نعم. نفس الموديل اللي هو اريان 5. اريان 5. نعم. وفي اعتقد فريق العمل شفناه قبل شوي، يمكن شركاء معاكم. والله فريق العمل هذا اللي الصوره اللي قبل. هذا هذا الشباب اللي عندنا المهندسين الشباب. نعم. موجودين في من اوائل الشباب اللي تم بيكون ان شاء الله يعني تم تدريبهم بشكل متخصص في مجال التصميم، وطبعا من ناحيه مش يعني صيانه العمليات، يعني العمليات الاوبريشن بتكون الاوبريشن، وفي نفس الوقت التصميم بشكل عام. صح. يعني شبابنا القطريين ان شاء الله راح يشاركون في عمليات اطلاق سهيل واحد سهيل سات واحد ان شاء الله.
بإذن الله. أستاذ سيف ودي يعني أنا أسألك وين تقرر يعني وين بيكون مكان الانطلاق لهذا القمر؟ يعني من وين راح يطلق؟ من قطر ولا من الدولة المصنعة نفسها؟ الله يسلمك، شركة أريان هي شركة أوروبية مقرها طبعا فرنسا، ولها قاعدة إطلاق في منطقة اسمها فرنش غويانا. أعتقد تم التوقيع معاهم أول العام إلى ما نبزان وقعت معهم الشراكة أو لا الصاروخ لا شركة فرنسية اللي وقعت معهم فرنسية الله يسلمك وقعنا معهم من 2010 لكن تسعى على الإطلاق صح؟ أي إطلاق. موقع الإطلاق أي فشركة أريان هذه موقع إطلاقها لأن موقع الإطلاق لازم يكون مثل ما تقول قريب من خط الاستواء بقدر الإمكان. نعم لأنك أنت بغي تروح للموقع المداري صحيح في أي موقع مداري وإحنا موقعنا اللي هو 25.5 شرق فهم يحاولون يكونون قراب فهذه فرنش غويانا تقريبا 6 درجات تبعد عن خط الاستواء. نعم فيصير في اللي هو وضع القمر الصناعي قريب فما يصير استهلاك للوقود عشان يوصل للمدار الاخير موقع الاخير. نعم ف واحنا قبل فتره زرنا موقع الاطلاق لقمرين مع وفد برئاسه السيد علي بن احمد الكواري رئيس التنفيذي وشفنا جميع حتى شفنا التحديات اللي ممكن تصير لانها تدخل عوامل كثيره مثل صحيح. الجو مثل يعني الامور الفنيه. نعم. فموضوع يعني كبير شوي. نعم. واثناء انطلاق مثلا مثل هذا القمر بيكونون المهندسين القطريين متواجدين مع الشركه المصنعه في مراقبه الانطلاق الاولي؟ طبعا التصنيع بيتم ان شاء الله يتم الحين ما زال في كاليفورنيا. نعم. في أمريكا. فالشباب بدوا من بداية المشروع. نعم. وهم موجودين هناك مع طبعا برنامجهم يعني خلينا شوي فريد من نوعه يعني هو يمشي بالتوازي. نعم. مع الإنتاج فهو في نفس الوقت لأن طبعا ما في كثير من المواد أو المواد العلميه جديده في مجال الساتلايت وهذه لازم يعرفونها قبل ما يطبقون على يكونوا مدربين عليها بالضبط يعني يعني نقدر نقول هم قاعدين يتدربون بالتوازي مع الانتاج. نعم. بالضبط هذه اعتقد يعني تجربه فعلا فريده. لا فريده والله يسلمك شلون بعد مو يعني انتاج يعني قمر صناعي يعني صحيح صناعي بالضبط ففي فيها نوع من يعني هم مضغوطين شوي بالنسبه لي يعني لازم ياخذون الناحيه النظريه ويتمكنون منها حتى فيها حسابات وفيها ترجعهم لأيام الجامعة يعني. نعم صحيح. وفي نفس الوقت يطبقون يحضرون يدخلون مع فريق التصميم اللي نعم. يسوي سهيل واحد لأن في مجال الساتلايت تقريبا معظم الشركات ما بتخليك تشوف تصاميمها بالضبط حفاظا على السرية سرية المنتج فيها سرية كبيرة يعني. نعم صحيح مجال يعني تقريبا عسكري. نعم من ناحية زين لو بغينا نتكلم عن المنصة اللي بيتم من خلالها إطلاق الصاروخ. نعم. هل تم تصنيعها؟ هل هي جاهزة؟ موقعها؟ والله يعني أنا المنصة بس أبي أعرف إيش تقصد لأن المنصة منصة الانطلاق أتوقع هو الله يسلمك هي ما في منصة هذه موجودة ثابتة. نعم. إذا في منصة هي يعني تعرف الصاروخ يوضع خصوصا هذا أريان. نعم. يكون في مثل البوسترات زين والصاروخ تقريبا وزنه 790 طن احنا ساتلايتنا بس 6 طن يدخل في هذا في الصاروخ فمعظم الصاروخ هذه يصنع لنا احنا. نعم. فالصاروخ هو اللي يسمونه اللانش فييكل اللي هو الناقل الناقل. نعم. فيوضع فيه مثلا سيل واحد وفي اغلب الاحيان يوضع ساتلايت ثاني بعد فيكون طيب. تو ساتلايت يروحون. طيب هل في منصة غير المنصة اللي في الأرض؟ يعني هل في منصة مثلا في الجو تثبت هذا القمر ولا يكون هو طليق في الفضاء؟ لا هو الله يسلمك يصير إطلاق طبعا. نعم. يصير الانفجار هذا اللي يعطيك الطاقة اللي تطلعك من مجال الجاذبية. نعم. بشكل عشان أنت تروح قريب من هذا توصل القمر الصناعي للفضاء توصله وبعدين. نعم. ينفصل القمر. نعم. هذا ينفصل يصير فيه separation وبعدين يبدأ القمر فيها انجن. نعم. فيها مثل شيء نفاذ صحيح اللي نفسه نشوفه في الافلام ساعات بالضبط القمر نفسه ينتقل صحيح فالقمر الصغير يروح لمداره وانت تروح لمدارك وتبدا الفحوصات تقريبا لمده 3 شهور تتاكد ان كل شيء لان
إذا راح القمر لمدة 15 سنة ما تقدر تسوي شيء إذا صار أي خراب أو شيء، فلازم تتأكد على أساس تستلم الساتلايت من المصنع. طيب الحين احنا بدنا نتساءل، يعني هل هذه الخطوة راح تكون خطوة أولية ولا تليها خطوة ثانية، انه ممكن انه يكون بعد في والله خطة ثانية تطلقون قمر صناعي ثاني، وشنو بتكون شنو الهدف منه اذا كان القمر الصناعي الاول موجود؟ ليش مطلوب مثلا منكم ان تقدمون على قمر صناعي ثاني؟ الله يسلمك، القمر الصناعي الاول من اهدافه الاستراتيجية هو تحقيق يعني توفير بث، خدمات بث، أولاً للستيك هولدرز المشاركين أو المستخدمين المحليين بشكل رئيسي يعني، وبعدين طبعاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه أهداف استراتيجية طبعاً، هذه تحقيقها أولوية، وبعدين عندنا موضوع اللي هو الربحية. هذه تقريباً هي اللي تخلينا احنا نقرر كم ساتلايت بنحط وكم. صحيح. فاول على حسب الطلب والعرض وكذا. طلب والعرض وبعدين يعني في فرص تجي، واحنا يعني ممكن ناخذ اي فرصه تجي تحس ان فيها ربحيه وفيها ان والله تدعم يا استراتيجيتنا او تدعم الرؤيه مثلا الربحيه. صحيح. فبالنسبه لسهيل اثنين ان شاء الله احنا يعني قريب ان شاء الله ممكن خلال شهر شهرين نسمع عنه، يعني سهيل اثنين إن شاء الله بيكون مكمل لسهيل واحد. نعم. بيوفر بعد خدمات وسعات يعني فضائية. نعم. للاتصالات وللبث يعني، وبتكون بعد فيها تكنولوجيا متطورة سهيل واحد أكثر. فيها وفي سهيل اثنين بعد بتكون يعني مثل ما تقول آخر التكنولوجيا بالضبط. طيب سهيل اثنين ما تشوف أنه مثلا إطلاقه بعد سهيل واحد يعني الوقت اللي بينهم وقت بسيط؟ هو الله يسلمك، طبعا هذا بيردنا حد على سؤال موضوع الشراكه. نعم. احنا الشراكه مع الشركه الفرنسيه لها اهداف كثيره. نعم. ولها اسباب، من اسبابها ان الشركات، في شركات قديمه مثل شركه يوتلسات عندها حقوق في المواقع المداريه، حقوق مواقع استخدامها وحقوق ترددات، هذه اللي تحكم الاتصالات الفضائيه. ففي ناس كثير ودول كثير اوريدي عندهم يسمونها الفايلينج وعندهم حقوق. فاحنا عشان ندخل في هالمجال لازم ندخل في شراكه مع شخص عنده حقوق. صحيح. يا يعني نشتريها او نستاجرها. طبعا مثل ما احنا عارفين استاذ سيف ان عندنا ان شاء الله باذن الله سوف تقام يعني مدينه اعلاميه عندنا في قطر. فهل هذه المدينه الاعلاميه سوف يعني تساعد القمر الصناعي سهيلسات او بتعزز منه يعني ك تقديم خدمة مثلا نقول تجارية ربحية، وفي نفس الوقت القمر هل سيساعد هذه المدينة؟ يعني هل كل واحد منهم راح يكون مكمل الآخر؟ والله هو أكيد في بيكون في تعاون، يعني احنا حاولنا والله الاتصال بالإخوان وحاولنا نعرف، بس ما أخذنا نوع من التوجيهات هذه، لكن احنا بالنسبة لنا احنا يعني نرحب إننا نشتغل مع مدن الإعلام، لأنها في الأخير يعني إحنا قمرنا للإعلام للإعلام. نعم. أعتقد القنوات الفضائية والراديو، وفي نفس الوقت حتى يمكن يعني يعني تقديم خدمات اتصالات، يعني بعض الهاتف بعض الهواتف اللي تتعامل مع الأقمار الصناعية، أعتقد إن فيه ناس كثيرين في مدن أو في دول بعيدة عنا يعني يعتمدون اعتماد كلي على القمر أو الهاتف اللي على القمر الصناعي. صحيح. نعم. يعني كونكم يعني ما شاء الله المبادرين في هذه أكيد يعني في هذا المشروع أكيد توجه البال كثيرين. الحين شنو هي الصعوبات اللي واجهتكم كون نحن تونا جديدين على الساحة؟ شنو يعني أبرز الصعوبات اللي واجهتكم واللي تغلبتوا عليها؟ والله الصعوبات يعني في عدة مجالات، يعني من أهم الصعوبات هي ان احنا متاخرين في هالمجال شوي. نعم. يعني نسبه وتناسب احنا شوي متاخرين، فهذه لها نوع من يعني الكل تقريبا عنده حقوقه هذه، ففيها نوع من التكلفه. صح. يعني نعم فيها تكلفه وفيها مخاطره، فالمخاطره شوي كبيره، فما في شيء مثل ما تقول سهل. صح. يعني تدخل في شراكات استراتيجيه يفوز باللذات كلها مغامرا، يعني ان شاء الله انها مغامره، لكن يعني ان شاء الله ما هي مخاطره يعني. نعم. ولا هي مغامره، هي مدروسه يعني، هي حساب مخاطر. نعم. انت تحسب المخاطر. صح. نسبه ريسك. نعم. لكن ما هي مثل ما تقول مثل كثير من الصناعات. نعم. ما هي واضحه، يعني في اشياء ممكن انت لاخر لحظه. نعم.